فعثمان ها هاد ديوان هذا المغرب. دابا المشكل اللي كاين في الديوان هذا المغرب هذيك يعني تبصح سيستم ثقيل، ماشي انهم ما خصهمش يخدموا ولا شي حاجه، سيستم ثقيل كامل كيتشكاو منه، فهمتي؟ بوليس وهذه كيتشكاو منه مخ سيستم. بالنسبه للناس الجاليه يعني بصفه عامه، الناس هذه كنأكد لك اخاي عثمان، يعني انا هضرت مع المسؤول ديال الديوانه، هضرت معاه الله يجازيه بخير، وهضرت له على هذه القضيه، قلت له بان الجاليه يعني اللي في اوروبا كامله ما عارفين والو، كيفاش ما يجيو كيفاش ما يعملوا كيفاش هذه. قال لي شوف انا نقول لك هادشي وكنأكدوا لك، فهمتي؟ الناس اللي كيسولونا واش نقدروا ندوزوا الكادوس والسخره عبر سبتهم ليليا، كنهضر على الناس ديال اسبانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا الى اخره. هنا الجواب اخوتي، سمعوا مزيان هادشي اللي غادي نشارك معكم، ودائما اللايكات ديالكم كثروا من اللايكات بزاف، وسمعوا مزيان. السلام عليكم خاي عثمان. ها خاويه هادي دابا حس بال11 الاربع خاوية الدنيا في الصباح، خاوية دخلت ودابا خاوية. انا كنقول لك ديك فين دسمة لا مورا الشغل جوج ثلاثة الاربعة كيوقع شي حاجة، اما دا خاوية. فوالا عند السيلة 776 و 74 سنتيم، يعني ثلاثة السبعات 707. ونفس البيتي اللي تنشوفها دابا راه ب 1142 يورو، نفسه اللي ردوه ب 1142. ويعني هما شي مرات كيتحل داك السيت ديالهم نورمال، كيوليو الاثمنه هذه اللي كنقول لك، يعني خصك تمحي داك الهيستوريك باش يعطيك البريسيو نورمال. اخا عثمان دابا انا بغرت التفتيش، وواحد قبل مني تو عنده اللي خيا صابون كذا عبوا له كل شيء يا اخي، فهمتي؟ ما علينا، عنده واحد جوج د بولس ثلاثه د بولسات، ما علينا عبوا له داكشي. شي واحد كيزمي ما. السلام عليكم خوتي، كما سمعتوا يعني الناس اللي كانوا كيسولونا على العبور عبر سبتة ومليلية، اليوم جبنا لكم هذا الفيديو اللي فيه جميع المعلومات، داك الشيء اللي كتسولوا عليه كامل غادي يكون في هذا الفيديو. الاخ عادل مشكور من هذا المنبر، يعني اليوم دخل وخرج لسبتة وشافنا الديوانه ديال سبتة كيفاش عامله، وداك الباركي اللي كنهضروا عليه حتى هو، وسول مدير ديال الجمارك على الامتعه، واش نقدروا الناس اللي غادي نتبزوا على سبتة ومليلية واش نقدروا يعني ندوزوا الامتعه، داك الكادوس داك السخره اللي كانت تسخروا. كنهضر على الجاليه، ما كنهضرش على الناس اللي مقيمه في سبته او للناس اللي ساكنه في تطوان والناظور ودخلوا لسبته ونخرجوا، نو كنهضر على الجاليه، الناس اللي غادي تمشي من بينينسولا والناس اللي غادي تجي من فرنسا من المانيا من هولندا من بلجيكا، هاد الناس اللي غادي يدوزوا عبر سبته ومليليه. يعني هنا غادي نشوفوا واش نقدروا فعلا ندوزوا داكشي بحال اللي غادي ندوزوا من طنجه او لا. غادي تلقاو كل شيء في هذا الفيديو. كذلك اخوتي الاثمنه ديال التذاكر ديال الرحلات البحريه من الميريا للناظور، يعني كاين واحد الطريقه باش تربحوا واحد 300-350 ديال الاورو في التذكره، يعني خمسه ديال الناس كما غادي تسمعوا مع الاخ يوسف من فرنسا، خمسه ديال الناس والسياره قطعوا ب 800 الاورو، ولكن اذا قطع يعني كاين بزاف ديال المرات غادي تعطيكم 1150 الاورو بالي، يعني غادي الفرق ديال 350 الاورو. خليكم معنا ولكن كثروا بزاف من اللايكات ديالكم الاخ عادل والاخ يوسف، يعني اي حاجه كتشغل البال ديال الجاليه المغربيه، والا فرحنا هنا باش نلقاو الحل ونلقاو يعني الجواب ديال هذا السؤال. بزاف ديال الناس ما تصوروش، بزاف ديال الناس كيسولونا على القضيه هذه، بامكاننا ندوزو يعني الكادوس ديالنا والتقضية ديالنا على سبتة ومليلية. قلت لك اخاي بالنسبة اخاي نلخص لك هادشي، القضية دخول يعني من المغرب من سبتة
كتكون خاوية خاوية، يعني ما كيكونش بنادم بزاف. انا دابا فور اكزامبل كان عاود 7 8 9 10 الصباح تقريبا بوحديتي تقريبا، كيف كتدخل صافي الطبيعة داغية فتيس عاود، ما علينا ما كاين شي صعوبات. كي تشوفوا لك في الدخله ان شاء الله ماشي تدخل عند اسبانيول، كي تشوفوا لك هذيك الفاكسان وبلا هذيك القضيه قال لك الورقه وهذه، ما كاين لا في الدخول لا في دخول المغرب لا الخروج، يعني غير في التليفون كي تشوفوا لك ما كاين لا طبع الورقه لا والو. الفاكسان داغيه معروفين دابا هذيك، بلا ما ندخلوا في هذه يعني الباوتا كومبليتا او لا بي سي ار، صافي اسبانيول عاود داغيه. كتشوف كيشوف لك باسابورتي كمشي عاود كوارديا سيفيل وصافي كتقول دابا في الرجاء عاود لو ميمو كتجبر واخر مع الباب، يعني كيشوف باسابورتي يعني المغربي كيشوف لك باسابورتي، وكاين اخر اللي كيشوف لك عاود ديال الكوفيد بي سي ار او لا باوتا كومبليتا صافي. وكنشوف ديك الشيء يعني ساهل، ما كاينش زعما كيتساهل وداغيه كيتفلك داغيه وهذا. كادو صان عندهم واحد الفايو دابا على حسب اللي قالوا لي، زعما السيستم عندهم سيستم جديد ديال اللي كيعملوا في المطارات، يعني ثقيل يعني ماشي يعني ثقيل بصح السيستم عندهم بوليس المغاربه يعني ماشي من عندهم، فهمت؟ سيستم ثقيل بوبري ما عندك مدام، اما هما كيتعاملوا مع الناس بالنسبه للناس الجاليه يعني بصفه عامه. الناس هذه كناكدها لك اخاي عثمان، يعني انا هضرت مع المسؤول ديال الديوانه، هضرت معاه الله يجازيه بخير وهضرت له على هذه القضيه، قلت له بان الجاليه يعني اللي في اوروبا كامله ما عارفين والو، كيس ماشي يجيو كيس ماشي يعملوا كيفاش هادي قال لي شوف انا نقول لك هادشي وكناكدوا لك، فهمتي القضيه ان الناس ديال الجاليه، انا كنهضر على الناس ديال الجاليه ماشي الناس التيطوان اللي دخلوا او لا سبتاوا خارجين، يعني الناس التيطوان ما علينا يعني المغاربه، نبداو بالمغاربه يعني بور اكزومبلو المغاربه داخلين سبته السارة ولا كل واحد شنو كيعمل، يعني مغربي داخل سبته السارة خارج ما يخرج والو، بحال اللي قال اخر قانوني واحد ما يخرجش، السبتاوي يعني اللي كيدخل ويخرج وهادي ما يخرج حتى حاجه هادي دابا هذه اللي قالوا لهم حاليا دابا ما كاين حتى حاجه لا حوايج لا ضامون لا ما فهمتي حتى حاجه ما تخرج اباغ هذيك حاجه اخرى الناس ديال الخارج هذيك قال لي هذيك ياكد لي قال لي فحال اللي كاينين في طنجه مال وفي هذه فحال يعني داكشي قلت له داكشي القديم دائما قال لي جيب الريغالوس يعني الكادو هذه الحاجه اللي خصها تتعصر الحاجه اللي ما خصهاش تتعصر قلت له لا الناس اللي كيجيبوا وما عرفش شنو، قال لي القضيه ديال الفلوس ما عرفش شحال كيعطيو لهم الناس الجاليه، ما يعني الحاجه ديال الجاليه دائما كاينه، ما كاينش يقال لك لا حق ما تجيبش هذه يعني لا، الحاجه ديال الجاليه اخر اللي كيجيب باكاسيونيس يعني هذه ديال المرحبا نورمال، فهمتي بحال دائما صافي ما يخافوا على حتى حاجه. هذه اكد لي مسؤول ديال الديوانه ديال سبته. صافي اخي عثمان والله عاونك اخي. السلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه في كل مكان، ودائما وابدا كما العاده كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال، ونبداو على بركه الله. خوتي كما عارفين ديما كنسبعوا سبته ومليليه ما نقدروا ندوزوا عليهم حتى كاس ديال دانون. حنا بحثنا في هذا الموضوع هذا مزيان وجبنا لكم يعني المعلومات التاليه.
الاخ عادل صديق يعني كيدخل ويخرج من سبته بزاف في هذه الايامات من حلو، هو سولنا تما في الديوانه ومشى للباركي، يعني سول على كل شيء داكشي اللي كنسولوا عليه حنا الجاليه المغربيه. كما سمعنا هنا مديريه الجمارك كتقول باللي ستتم مصادره اي سلعه تضبط بباب سبته خارج القانون، سواء سبته او مليليه، ولكن هذا الشيء هذا للناس ديال سبته ومليليه والناس ديال تطوان والناظور او للناس ديال المغرب اللي كيدخلوا فيزا، هاد الناس هادو سي، ولكن الجاليه المغربيه كما غادي تسمعوا هنا فراه مسموح. يعني كما سمعتوا المسؤول ديال الجمارك يعني قال ما قدرناش نصوروا المسؤول ديال الجمارك، ولكن هو قال له داكشي اللي كاين، ولكن حنا كنوصل لكم داكشي اللي تقال بالحرف. يعني العمليه ديال العبور من سبته بالنسبه للجاليه المغربيه غادي تكون بحال العمليه ديال العبور الجاليه عبر مدينه طنجه، يعني من حقنا اننا ندوزو حويجاتنا وداكشي راه معروف، الانسان راه معروف من جاي. واش تفهمنا اخوتي؟ انا ما جاي من فرنسا راه باين ما جاي من فرنسا والجواز ديال هذا والبيي وكل شيء، انا ما جاي من هولندا ولا من اسبانيا يعني من بينينسولا ولا هذا، راه باين اخوتي. غير نخليكم يعني مع الكماليه، يعني باش ما نطولش عليكم بزاف وما يكونش الفيديو ممل ومخربق بالزربه، غادي نخليكم مع الاخ عادل والاخ يوسف اللي هو عمل يعني قطع، ماشي عمل، راه قطع، وغادي نخليكم مع الاوديو كيشرح لكم كيفاش تعملوا باش يعني ما تخسروش 350 يعني الثمن خمسه الناس وسياره من الحجم الكبير ب 800 الاورو، فيما كنشوفوا طريفة طنجة 700 الاورو، يعني الفرق ديال 100 الاورو، يعني عندكم الحل انكم تدوزوا نيشان من الميريا ناظور يعني بهذه الاثمنة، كذلك يعني من سبتة ومليلية، يعني خاصة الناس اللي غادي تدوز من الخزيرة سبتة، يعني في امكاننا ندوزوا كل شيء اخوتي من تبدا عملية مرحبا. خليكم مع التتمة ديال الفيديوهات، تهلاو في راسكم كما العاده، اللايكات بزاف 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 اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمعوا السلام عليكم سعود، تبارك الله عليك. وكما كنت قلت لك الطريقه باش دير الاخر، هنا كنديروا الميريا ناظور كما راه هنا، غادي نختاروا التواريخ، التواريخ هو اللي شارجي في الاخر، لو 3 جويي قبل الاخر، الروتور هو ال 31 اوت قبل الاخر، 5 باساجي وواحد لا فوتور. غادي نديرو غوشيرش شحال غادي تسوى لنا هادي، فوالا ها انت السيلة 776 اورو 74 سنتيم، يعني 3 د 7، 777. كنمشيو هنا ريزيرفي باش الناس تأكد بلي راه ها لا دو بخوميي، تاك تاك تاك، كيعطوك شكون وتزيد، ها هما الربعة الاخرين، هوتور تاع اللوط والسيارة، انا درت فولكس فاجن توران يعني واخا هاكاك سيارة كبيرة، وفوق هادشي كامل تزيد تسجل تعمر الحوايج ديالك، وفوق هادشي كامل تزيد واحد لاسيرونس تاع 5 اورو الى بغيت تزيدها. ها هي هذا هو البيي، هذا البيي الميريا ناظور، تاك تاك تاك، مونطون روتور ناظور الميريا، 3 enfants 3 adultes de 2 enfants minibus assurance الى بغيت تزيدها، تزيدها 5 اورو الواحد كتكمل لك في سي عليها البي ديالك. فوالا فوالا لو بي ديبار لو 3/7 لاريفي الرتور لو 24/7 3 بيرسون، جوج نتاع الناس بالطوموبيل ديالهم واحد الوليد صغير، فوالا 547 الميريا ناظور توجور. اون فوا كونفيرمي سيت ريزيرفاسيون، ريزيرفي سيت كومبينيزون كيما راه مكتوبه هنايا، كيعطيلك نوم برينوم تاع البرومي باساجي، ابخي عندك دو ان اوتر ادولت واحد لونفون، لا فواتور بدلنا لا فواتور، فورت فوكس، بلاك دي ماتريكولاسيون، اي با نهودو لتحت في راه تاك تاك تاك، هذا هو التيكي ناظور الميريا ناظور، كلشي هنايا تاك 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 تاك،
لو بيي زاد كوت 547 يورو. الور علاش غادي نمشي انا على الميريا ولا على مليليا ولا على سبته يبقى هاوز لي الصوالح ما هاوز لي الصوالح اون بليس نربح الطبيعه في الباطو وكل شيء. ولكم واسع النظر،